السلام عليكم. ان شاء الله في الفيديو دوت هنحل تالت بروبلم موجوده في ويك 1 براكتس اس ام اس كيس ليفل 1 تريننج. البروبلم اسمها علي بابا اند ذا كيف. البروبلم باختصار بيقول لك ان اليوزر هيدخل لك اربع ارقام، مطلوب منك ان انت تجس هل اي رقم من الاربع ارقام دول لو جيت خدته كده لوحده وخدت تلات ارقام التانيين لوحدهم عملت عليهم عمليات حسابيه زي الضرب والطرح والجمع ادوني الرقم الرابع ولا لا. يعني مثلا انا هنا عندي السامبل دي، لو انا خدت رقم 23 على جنب كده ورحت هنا مثلا قلت 4 في 5 ب 20 زائد 3 يبقى 23، فيبقى كده فعلا في رقم اقدر اشيله واقدر استخدم الثلاث ارقام التانيين بحيث ان انا اعمل عليهم اي عملية من العمليات الحسابية دي، الضرب والطرح والجمع، بحيث ان هم يدوني الرقم الرابع اللي انا خدته ده. لو بيطبق كده فعلا طلع لي يس، غير كده طلع لي نو. طيب لو جينا بصينا في السلايد دي، احنا معانا اربع ارقام A و B و C و D. ممكن نفترض ان D هيبقى هو دايما الانسر بتاعنا، ونبتدي نعمل العمليات الحسابية على التلات ارقام دول ال A وال B وال C. طب ايه هي عدد العمليات الممكنة على ال A وال B وال C؟ ست عمليات بالظبط. انت اول حاجة ممكن تضرب اول رقمين في بعض، بعد كده تطرح، تضرب اول رقمين في بعض بعد كده تجمع، بعد كده تعمل العكس، تجمع الاول بعد كده تضرب الرقمين التانيين في بعض بعد كده، او تطرح وتضرب الرقمين التانيين في بعض، او تجمع وتطرح، تطرح تجمع. مفيش اي اوبريشن تانية تقدر تعملها على الثلاث ارقام دول. طيب لو الدي كان بيساوي اي اوبريشن من الاوبريشن دي، في الحالة دي هنطلع له يس، غير كده هنطلع له نو. طب عايزين بقى نكتب الكود. طيب اول حاجة هنقول له لونج لونج ال A وال B وال C وال D، وهنعمل C N للأربع أرقام دول. بعد كده بقى هنقول له if condition، لو اتحققت أي عملية من الست عمليات اللي معانا في الحالة دي هنطلع له yes، غير كده هنطلع له no. فممكن حتى ناخد كل واحدة كده كوبي، بس خلي بالك لازم هنا نحط equal equal لأن ده condition. لو في اي اوبريشن من الاوبريشنز دي اداني ترو، في الحاله دي انا عايز اقول له سي اوت يس، تمام. ايلس مفيش ولا اوبريشن من دي اتحققت، في الحاله دي هقول له سي اوت نو. طب عايزين بقى نعمل ران للكود. لو جينا جربنا اول تيست كيس المفروض تدينا يس، تمام. لو جينا خدنا اخر تيست كيس المفروض تدينا نو، تمام. عايزين بقى نعمل سبميت للكود. تمام الكود اكسبتد، بس كده، شكرا جدا، سلام.